خويا من الاخر اللي دار الدرب يستاهل العقوبه من الاخر. ارى ما تشرق يا دنيا باطمه، ارى ما تمزقي الحق راه غادي يبان غادي يبان. ارى ما تشرق يا دنيا باطمه ورا ما تمزقي الحق راه غادي يبان غادي يبان. وحنا راه مع القانون والقانون فوق كل شيء وينصر سيدنا. وشنو هي الكلمه الاخيره حول هذا الملف؟ هذا الملف بغيناه يتقاضي سالي، بغينا الحق يبان من الاخر، بغينا الحق يبان، هذا الشيء اللي بغينا حنا يبان، بغينا الحق يبان. بغينا شفناك امام المحكمه، شفتك شي قضيه ولا جيتي تشوف فيها الدار المواطنين تشوف في الدار المستشار تاع القضيه باطنه؟ اسيدي ما نكذب عليك، انا بغيت نشوف بيت الحق يبان، انا بغيت اللحظه الاخيره الحق يبان فيها. دابا انت مهتم بهذا الملف بزاف كاع، خليت شغالاتي وخليت وكنتسنى بغيت نشوف الحق يبان. صفتك شكون دابا انت بغيتي تشوف الحق يبان؟ مواطن كنغير على 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 الوطن. يعني دابا انت حسيتي بان هذه القضيه مسات بالوطنيه؟ مسات وبزاف وضرات اجيال، وهذه القضيه الا فاتت صفات بتربي اجيال. واش فهمتي كيفاش؟ بتربي اجيال وبي الناس بياخذوها بالعبره. واش فهمتي كيفاش؟ حنا بغينا شي سالي والحق يبان، ما بغينا لا الجلسه هذه ولا الاخرى ولا بغينا اليوم يبان كل شيء. فهمت؟ زيد لا باقي شي. فالرأي ديالي كما قلت لك غيبقى بحال جميع المغاربه، السمعه ديال مراكش كما كيقولوا تضررات من بين هذه القضيه هذه اللي تخلقت اللي خلقتها دنيا باطمه والحساب ديال حساب مون بيبي. فكنتمناو ان شاء الله الحكم يكون عاجل، وحنا كنتسناو باقي ما كاين حتى شي حاجه.